عالمة لبنانية أمريكية قادها قلبها إلى سبر المجهول، طبيبة أعصاب أبت أن تتحمل القدرة على التشخيص دون إيجاد العلاج، مكتشفة مورثة متلازمة ريت التي تصيب غالباً الفتيات الصغار، وتصدرت قائمة المرشحين لنيل جائزة نوبل للعلوم عام 2020. إنها هدى الزغبي من مواليد بيروت عام 1954. بالرغم من حبها لأعمال شكسبير والأدب الإنجليزي، درست الطب في الجامعة الأمريكية ببيروت. أرغمتها الحرب الأهلية اللبنانية على الذهاب إلى أختها في تكساس، أرهقتها معظم أمراض الدماغ لدى الأطفال، فأغلبها لا يعالج وأغلبها وراثي. هذا ربما ألهم الزغبي لتخصص أعصاب الأطفال ومجال الدماغ البشري والبحث في الجينات تحديدا، فكانت طواقة لمعرفة المورثات المسؤولة عن حدوث هذه الأمراض، وبالتالي تتمكن من مساعدة الأطفال وذويهم. في منتصف الثمانينات كانت أبحاث علم المورثات قد بدأت تنطلق، وبدأت الزغبي تتعمق في هذه الأبحاث، وأصبح الأمر شغفا، فهي لا تعرف ما ينتظرها في المختبر من ألغاز واكتشافات. في عام 1988 افتتحت الطبيبة اللبنانية مختبر زغبي، ووضعت هدفا محددا نصب عينيها، وهو تحديد مورثة متلازمة ريت الذي يصيب الفتيات الصغيرات، عمل استغرق منها فقط 16 عاما من البحث المسهب. ووجدت في رحلة البحث هذه مورثات أخرى كانت مجهولة لأمراض أخرى، مثل المورثة المسؤولة عن فقدان السمع، كما أنها اكتشفت المورثات المسؤولة عن أمراض التدهور العصبي لدى كبار السن، مثل مرض أتاكسيا. وساهمت هذه الدراسة بفهم ما يحدث في الدماغ عندما يصاب الإنسان بأمراض مثل التوحد أو الاكتئاب والزهايمر والشلل الرعاشي. تلقت هدى الزغبي العديد من رسائل التهنئة عندما انتخبت عضوا في الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، ولكن الأكثر قربا على حد قولها كانت من مايكل براون الحائز على جائزة نوبل عن دواء للكوليسترول، إذ قال في التهنئة: هذا نهار مهم جدا لبيروت، ستكون بيروت مدينة سعيدة.